السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله الفلوغ الثاني ديال السفريه ديالتي. يلا ختمتو معكم اليوم في الصباح، سالينا من افران وميشليفن وجينا دابا الفاس والنواحي. المهم حنا فين تانستالينا؟ في سيدي حرازم ماشي في فاس. حتى الصباح ان شاء الله نوريكم البلاصه اللي غنجلسوا فيها، واحد البلاصه واو زوينه بزاف بزاف بزاف. دابا حين الظلام الحال ما غاديش يبان لكم داكشي مزيان، حتى الصباح ان شاء الله ونصور لكم هكا لا شومبر اللي جالسين فيها، لا فيو والبلاصه فين كاينه بالضبط. ان شاء الله نبارطاجي معكم كلشي فاش اللي انتريسي هكا زعما بهاد البلاصه. واخا اري ناس بلاتي واحد شويه مساليه الفيديو وغوتي. قلت لكم اللي انتريسي زعما بهاد البلاصه يبغي يجي ليها تكون عنده بحال كذا فكره مسبقا. المهم البلاصه راه زوينه بزاف، الصباح ان شاء الله وغنصورها لكم. المهم هذه هي البدايه ديال الفلوغ، خليكم معايا تفرجوا في الفيديو كامل، ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم، تعاليقكم، وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها. معكم انتصار ومرحبا بكم عندي، ويلا نكملوا الفلوغ ديالنا. الوغ هذه هي اللبسه اللي وجدت، غادي نمشيو نخرجوا نتعشاو على برا، ووجدت حوايجي غادي نلبس دابا ان شاء الله. المهم انا غادي نوجد راسي ونديكم معايا بيان. انا وجدت دابا، لبست وساليت كملت حوايجي، صافي غادي نخرجوا دابا غنديكم معايا وخلاص غادي نمشيو. وخليكم معايا. اليوم نهار الثاني، يلا فقنا غادي نهبطوا دابا نفطروا. قلت نصبح عليكم الاول، غادي نمشيو نفطروا ومن بعد نجي نصور لكم هاد البلاصه اللي حنا جالسين فيها. صراحه زوينه بزاف، غادي يعجبكم المنظر وكل شيء. مهم اللي غادي تعجبها تقدر تجي دوز الفاكونس ديالها وصافي. المهم غنمشيو نفطروا ونرجع لكم. الو حنا يلا سالينا الفطور دابا، غادي نطلعوا نلبسوا حوايجنا باش نخرجوا. المهم بغيت نوريكم غير الفيو كي دايره واعره، كتفتح النفس واخا كاين الحراره. الصراحه واحد الشمس طنطناتني عشان سخنت بزاف. المهم هذا هو المنظر، غنطلع نلبس حوايجي ونصور لكم الفيلا كامله وهانتوما معايا. الو غنوريكم هنايا دايرين هاد لاسباس، فيه هكا الكتب اللي بغى يقرا وداكشي زوينين. وهنايا كاينين الكتب ديال الدراري الصغار زوينه. هنايا حتى هو هذا سيجور، كاين هاد لي كانابي وكاينه الشوميني زوين. شوفوا فوالا الماتيريال ديالها، الخشب وداك الحديد باش كي باش تقلبي العود. اي فوالا
شوفوا المناظر، ركزوا لي على المناظر، شوفوا الفي زوينة بزاف. الوغ هنا اوسي كاين واحد الكليسة عجبني الديزاين ديالها، غزالة. وحتى هنايا كاينين دي كانابي، فوالا زوينة زوينة بزاف. وهذه هي لا ريسبسيون حتى هي، اي فوالا. هادشي اللي تيكون في لونطري، وهذا هو الباب، هذا هو الباب ديال الدخله، ولا اللي برا هو ديال برا كاع حتى هو. فوالا. الوغ هاد الباساج هو اللي كيدير لا شومبر ديالنا، وهنا برا كاين الباركينغ فين فين نحطو الطوموبيلات. ها هو الباب الكبير باش كتدخلو، اي فوالا. شوف الوغ دابا اجي نوريكم لا شومبر من الداخل. ها هو ديالنا حنا. الوغ نبداو باول حاجه، هذا هو الباب، عندنا النمره واحد، ندخلو بسم الله. فوالا كتلقاو لا شومبر بحال هكا. اولا على اليمين ديالك كنلقاو الطواليت، عزكم الله. الوغ فيها هكا واحد الشريجان صغيره الطواليت، فوالا. هذا هو اليمين، هذا الباب من برا. واليسار ديالك كتلقى الدوش، فوالا. ها هو كاين الفيطات و الصابون ديال اليدين وكلشي. انا ما غنشدش المرايا حيت ما دايرهاش الفولار. المهم كاين المرايا اللي هي هادي، فوالا هكا كيكون. وهنايا هو لا دوش، فوالا حتى هو فيه شراجم. و لا دوش بحال هكا دايره، فوالا. تما دوك التخربيقات ديالنا، وكاينه السله ديال لابوبيل، اعزكم الله. صافي. المهم دابا سالينا من لا دوش. كاين هنايا ناموسيه ديال اون بيرسون ياك، وكاينه التلفازه فيها كلشي، التلفازه حتى هي خدامه زعما، كلشي فيها لي شين كاملين. وكاين هاد لي كانابي المريو محلول، ما غاديش نحلو لكم، كاين البلاكار حيت مرونين. المهم كاين فيه جوج ديال البيبان، هنا فيه داكشي ديال التعلاق، ودايرين العلاقات وكلشي. وهنا فيه لي زيتاجير. من بعد كاين هنا، غنخلي لكم هو الاخر هاد اللي ورا الريدو. المهم كاين هاد البيرو هنايا بحال هكا داير، والبيسرة ماشي معاهم، البيسرة ديالنا. وكاين هاد الطابلو والفيوز، فوالا. هذا السيروش ديال لا شومبر ديالنا. وكاين هاد الشريجم، شوفوا الفيو كي دايره، واعره بزاف. شوفوا 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 الطبيعه. الوغ ندوزو لهاد الجهه، كاين هاد الديكور هنايا، زعما دايرين داكشي تقليدي. وكاين هادوك لي كومود فوق منهم فيوز، حتى الجهه الاخرى كاينه الفيوز، غير ما شعلتهاش.
مهم. هذه الناموسيه ديال دو بيرسون حتى هي زوينه كومفورتابل وكبيره كبيره بزاف. فوالا نوريكم المنظر من بعيد. هادو لي فاليز ديالنا كيف قلت لكم هادوك غير لي فاليز ديالنا و لي كومود قلت كاينين في جويه بجوج. هاد الطويبله هادي حتى هي كاينه هنايا فوالا. والشرجه من هنا كيطل على الباركينغ بعد الطبيعه والخضوره تغذيه بصريه فوالا. وكليماتيزي زعما الصيف راه غيكون تقدري تبردي لا شومبر. ودابا حقاش الوقت البرد كاين الشوفاج كتخدمي السخونيه وصافي. هادشي اللي كاين وباقي ليا دابا غنصور لكم البالكون والفيو اللي كاينه في البالكون خطيره. هي اللي اكثر حاجه غتشجعكم تجيو لهاد الفيلا هي لا فيو. وصافي انا غادي ندخل دابا نوريكم لاكور البالكون لاكور. الوغ دابا غادي نوريكم لا فيو اللي كاينه في البالكون. واحد جوج ثلاثة ترى شوفوا 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 بلاتي ندخلو بعد واحد دقيقة الصمت. سمعوا الأصوات. نديوش على هاد المشيات أريناس حتى هي كتسمعكم صوت رجليها. المهم ها هي لا في. قولوا لي كي جاتكم واعره بزاف واعره بزاف خطيره. شوفوا 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 على حد الشوف على حد الخضوره والمناظر الزوينه. شوف الوغ كاينه هاد الجهه هنايا هنا كاينه غير الجرده غير الربيع. وهنا كاين البيسين فوالا. وتما لي شومبر ديال الناس. حنا فطرنا لهيها اليوم فطرنا في ديك لا طابل اي فوالا. هذه هي لا في. حمقتني انا بعدا وارتحيت فيها بزاف 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 فوالا. صافي تقولوا لي نتوما رايكم كي جاتكم. دابا انا عاد لبست عاد لبست غادي نمشيو نخرجوا دابا ندورو. الصراحه باقي ما عرفتش واش نخلي لكم الفلوق ديال هاد الفلوق كله مجموع ولا غادي نقسمو. انا غادي نشوف دابا ملي غنكونوا في الطريق نشوف واش غادي يكون الفيديو طويل ولا لا. الا كان طويل غادي نقسمو على جوج نخلي هكا الجوله في فاس في فلوق بوحدها وديال هنايا بوحدو وصافي. هادشي اللي كاين. المهم انا غادي نخرج دابا نخليكم كملت الفيديو تبارك الله. ما كملتوش نتلاقاو في الفلوق الجاي.